هاي ويلكم باك اجين تو انجلش ماجنتس. فور توديز فيديو خليني اقول لكم على الحاجات اللي ممكن ان هي تجي ريجكتد او تخليكم ان انتوا جا ريجكتد سو ايزلي اند سو فاست من المانجرز وهما بيعملوا لكم او سوبرفايزرز وهما بيعملوا لكم الانترفيو. اول حاجه which is fishy answers. يعني ايه fishy answers؟ يعني ان انت تكون مثلا يسالك انت كنت في الشركه او الاكسبيرينس بتاعتك قد ايه، تقول له ان انت اشتغلت في اكثر من شركه في كذا مكان وفي وقت، يعني مثلا 3 شهور او خلال ال 3 شهور دول انت اتنقلت اكتر من شركه ورحت قضيت في كل شركه شهر مثلا او شهرين. ده اسمه fishy answers. بمعنى ان انا اوريدي لو عندي او I'm gonna hire you I'm gonna reject you لان انت اوريدي not stable، مش شخص ملتزم ومش stable معايا ومش هتكمل، لان انت ممكن تكون بتسيب الشركات بمزاجك او مش ملتزم. دي حاجه من الحاجات. تاني حاجه ان انت تقول له مثلا انت عندك مشاكل كتير مع التيم مانجرز والليدرز وكل الكلام ده، معناها ان انا لو I'm gonna hire you في الشركه ان انت هتيجي تعملي برضو نفس المشاكل دي. فبليز while you're doing the interview job ان انت ما تعملش خالص اي او تقول مثلا ان انت عندك مشاكل كتير او whatever، لا تبقى بي اورجنايزد، تنظم الاجابات بتاعتك كويس جدا وتعمل اكزامبلز كتيره قوي لكاستمرز ايشوز وان انت حلتها لهم بطريقه سهله. تاني حاجه تقول مثلا السوبرفايزر كانوا بيساعدوك حتى even if it's not happening or even if it's not the truth even if it's not the truth، مش مهم، you have to do that no matter what، ان انت تجهز الكويستشنز والانسرز بتاعتك in a good way. دي حاجة من الحاجات. تاني حاجة ان انت تبقى كده مجهز كده زي topics ان انت تتكلم عنها، favorite movie مثلا، favorite book، اي حاجة من الحاجات دي تبقى مجهزة، ولازم تبقى moral story زي ما انا قلت بالظبط، حاجة انت استفدت منها في حياتك، ما تبقاش silly stories. دي حاجة من الحاجات. وايه تاني برضو ان انت ما تعملش mention خالص لأي مشكلة ان انت already شغال في الشركة دي وبقالك 6 شهور وريدي ان انت working on yourself to get promoted to any position، اي position هيتفتح انت already available ان انت to get promoted. طيب ليه عايز تنضم الشركة بتاعتنا؟ هتقوله ان انت عايز to get promoted faster وان انت شخص ملتزم. مش لازم تقول ان انت ملتزم، لازم تقول مثلا ان انت بتحب الشغل بتاعك او ان انت تساعد الاخرين. حاجة من الحاجات to assisting others around the world and listening to different lyrics or different sorry slangs اللي هي لغات. دي حاجة من الحاجات. وايه تاني؟ هيقولك ايه الحاجة السيئة او الموقف اللي حصل صعب بالنسبة لك. مش هتقوله ان انت عندك مشاكل مع السوبرفايزر والتيم ليدر، لا هتقوله مشاكلك مثلا كانت مع كاستمرز وانت حلتها له وكنت فاكر ان دي مشكلة صعبة بس it's already ان انت حلتها له بطريقة سهلة. ولازم تقوله example لو عايز تعرف ايه